جميل كمان في علي معلول بالمناسبه شخصيته، انت تضيع ضربه جزاء وانت محتاجها ولازم تكسب، وانك ترجع تحرز هدف الفوز، هي دي شخصيه لاعب النادي الاهلي اللي احنا عايزينها، اللي احنا بندور عليها واللي احنا بنتمناها، واللي بيتمتع بيها بكل تاكيد كل لاعيبه النادي الاهلي. مش مهم خالص تضيع ضربه جزاء، المهم ان انت تكسب في الاخر. هدف علي معلول رائع جدا. بيفكركم بايه بقى الهدف ده؟ مع جون في فريق طلع الجيش في فتره حاسمه في بطوله الدوري في الدقيقه 90، تمام، في ظل المنافسه القويه في بطوله الدوري، مكسب بثلاث نقاط مهمين جدا. الهدف ده بيفكرنا بايه؟ اكيد كلكم افتكرتوا هدف احمد فتحي في طلع الجيش في 2009 بالتحديد، وكانت منافسه قويه جدا ما بين الاهلي والاسماعيلي على حسم بطوله الدوري. من ساعتها تقريبا ما شفناش منافسه على البطوله يعني، لكن المنافسه شفناها السنه دي اهو. السلام عليك، السلام عليك يا عمر. ده هدف احمد فتحي، ولا اعتقد مفيش جمهور يعني مفيش حد من النادي الاهلي ينسى الجون ده. جون كان مهم قوي، والنادي الاهلي لو الدقيقه كام يا جماعه قولوا لي كان جون ده، اعتقد حاجه 90. النادي الاهلي كان لازم يكسب، لازم يكسب عشان يلعب مباراه فاصله مع الاسماعيلي اللي احنا لعبناها بعد كده في استاد الماكس، وجلبرتو عمل الاسيست لفلافيو المعتاد وحط فلافيو الجون وكسبنا الدوري ساعتها. فالهدف ده اكيد ما يتنسيش خالص، وعلى نفس غرار هذا الهدف النادي الاهلي بالامس يحرز هدف مشابه جدا وغالي جدا في مباراه طلائع الجيش ايضا. بالمناسبه المباراه دي كانت خسرت 3-1، كان ابو تريكه جاب جون التعادل بعد ما طلائع كانت اتقدمت بهدف، وبعد كده جاب احمد فتحي، وبعد كده محمد طلعت لاعب فريق المقاولون العرب الحالي. فان شاء الله باذن الله تكون دي بشره خير اخرى تبشر جمهور النادي الاهلي بالفوز ببطوله الدوري هذا الموسم، وده اللي احنا ان شاء الله باذن الله نتمنى.